وللحديث أكثر حول انتخابات مجلس الأمانة ومجالس المحافظات والبلديات، أرحب بضيفي عبر الهاتف السيد جهاد المؤمن المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب. مساء الخير سيد جهاد، ماذا يعني صدور هذا النظام في الجريدة الرسمية، ومتى على الهيئة الرد على قرار الحكومة حول تنظيم الانتخابات؟ نعم، شكرا لك. الحقيقة يعني الهيئة ترد من خلال تحديد يوم الاقتراع. رئاسة الوزراء خاطبت الهيئة، وخلال هذا الأسبوع إن شاء الله والأسبوع القادم يعني سيجتمع مجلس المفوضين وسيحدد يوم الاقتراع. طبعا بموجب القانون لدى الهيئة 10 أيام لاتخاذ مثل هذا القرار، أي للاجتماع وتحديد يوم الانتخاب. نعم. يعني هذا هو الإجراء القانوني المتبع. نعم، إذن يعني خلال 10 أيام الهيئة يجب أن تكون قد حددت موعد إجراء الانتخابات. نعم. طيب كيف سيؤثر الوضع الوبائي مع ارتفاع إصابات كورونا في الوقت الحالي؟ كيف سيؤثر هذا على تنظيم الانتخابات وسيرها؟ نعم، يعني نحن نتحدث عن 4 أشهر من الآن، وبالتالي الوقت لا يزال مبكر للحكم على الحالة الوبائية كيف ستكون. ومع ذلك الهيئة المستقلة للانتخاب أعدت خطة عملية من أجل طبعا إجراء الانتخابات في ظروف استثنائية كما فعلنا في عام 2020 الانتخابات. نعم، هل ستكون نفس الإجراءات بما يخص الأقلام والحبر والتباعد وغيرها؟ يعني نحن ربطنا العامل المؤثر في إجراء الانتخابات بالجهات الصحية الوبائية، لكن فيما يتعلق بإجراءات الهيئة نعم سوف تكون إجراءات وفق الحالة الوبائية. إذا كان هناك مقتضى لاستخدام الحبر بطريقة خاصة أو للتباعد بطريقة أيضا استثنائية كما فعلنا في المرة الماضية، إذا سوف نذهب إلى هذا الخيار، لأنه خيار حماية الإنسان الناخب هو الأول بالنسبة للهيئة المستقلة للانتخاب. نعم، السيد جهاد المؤمني المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.